حضرتك مساء الخير. اللقاح اللي عندنا متوفر اللي هو لقاح فايزر هاي المنطقة، أي شخص من عمره 18 سنة فما فوق يقدر يجي ياخذ اللقاح. الناس بعض الأسئلة عندهم يعني اللقاح آمنة، إنه واحد ياخذ اللقاح مأمن؟ طبعاً نقول لكم اللقاح آمن وتمت الموافقة عليه من منظمة الصحة العالمية. إن انتشار المرض، صفة اللقاح إن انتشار المرض بين المجتمع، وفي نفس الوقت يمنع الوفيات. يعني هسه قد ما كان الإقبال على اللقاح أكثر، كل ما ينحسر المرض، وبالتالي أي شخص لا سمح الله إذا هو أخذ اللقاح وصار صار صابته بسيطة وما توصل الوفيات. إحنا اللي نريده من عندكم ذول اللي أمراض مزمنة عندهم ارتفاع ضغط الدم، السكري، هذول يجون ياخذون اللقاح، لأن هذا هو من الأولويات إنهم ياخذونه. اكو بعض الدعايات اللي جاي يسموها المواقع المنظمة، المواقع التواصل الاجتماعي، هاي المواقع طبعا اللي دعايات مغرضة، الغاية منعتها انه يخلي الناس ما تلقح وبالتالي ينتشر المرض. انتم هسه جاي تشوفون جاي يصير ارتفاع، يعني ارتفاع ملحوظ بالاصابة بالاعداد. وبنفس الوقت الناس كلمة